سؤال اليوم أو موضوع اليوم الذي في هذه الحلقة يتعلق أيضا بتلك البلاد العزيزة بلاد فلسطين، عندما كان يسكنها اليهود في قديم الزمان في القرن السادس قبل الميلاد. في هذه الأزمنة اليهود اتخذوا معابد يعبدون فيها الأوثان، 5 معابد يعبدون فيها الأوثان. فهذه يعني من خيبة الرجاء كما يقول المصريون، ايه خيبة الرجاء دي؟ فالناس دي لما فعلوا هذا سلط الله عليهم احد الظالمين الجبابرة الطغاة من بلاد فارس، وكان اسمه بخت نصر او نبوخذ نصر. نبوخذ نصر هذا كان يعني قتالا وكان سفاكا للدماء، وجاء واحتل فلسطين وقبض على كل الشعب اليهودي وقسمه الى 3 اقسام، قسم قتله وقسم اخذه معه الى بلاد فارس وقسم جعله قنا عبدا عبيدا للارض بحيث انهم يزرعوها ويفلحوها علشان يطلعوا خيرها. في هذا الزمان كان هناك نبي، وانبياء بنو اسرائيل كانوا كثر. لما ابو ذر تذكرنا انه قال للرسول لا كم الانبياء يا رسول الله، قال 124,000 نبي. فكان انبياء بني اسرائيل كتير جدا، يموت نبي يظهر نبي، النبي معه اخوه النبي هو الثاني، وهكذا يعني من الاخوه موسى وهارون انبياء، اسماعيل واسحاق انبياء. فكانت النبوه شائعه في الناس، الله يعني يوحي اليه ويكلفه بشيء في نفسه او في تبليغه للخلق او يكون مثالا صالحا لمن حوله. لكن لما بغى بنو اسرائيل هذا البغي القذر سلط عليهم ربنا نبوخذ نصر واخذهم فيما يسمى بالاسر البابلي في القرن السادس قبل الميلاد. كان هناك نبي فيهم، وجاء نبوخذ نصر وراى رؤيا مفزعه. فهذا النبي فسرها له، وسر نبوخذ نصر بخت نصر ده هو سر في نفسه أن هذا تأويلها، يعني الحمد لله ما طلعتش يعني رؤية وحشة، دي طلعت رؤية كويس. فقرب هذا النبي إليه، وبعد ذلك وكما تروي كتب التاريخ، كتب تاريخ المسلمين يروون هذه الوقائع وبأسانيد كثيرة ومتنوعة، النبي ده ناس حسدته قالوا الله ده قرب للحاكم الطاغية، ده بعد كده هينصحه وهيضيع علينا المصالح بتاعتنا. فأوغروا صدر نبوخذ نصر منه وقالوا له أنه يدبر لك وكذا إلى آخره. فجاء به وحبسه في محبس وبنى عليه بالطين وتركه مع أسدين معاه في هذا المكان يشبه البئر علشان الأسود تجوع فتاكله، لأن الأسد ملك الغابة ما يعتديش على حد إلا لما يكون جعان علشان يأكل، ما يعتديش كده سبهللة بالليل والنهار كما يفعل قوات الاحتلال في فلسطين. حتى الحيوانات اللي ربنا خلقها مفترسة لا تفعل ما يفعله هؤلاء الناس بشعبنا وأهلنا وإخواننا في فلسطين.
قفل على الأسدين وعليه 5 أيام. المفروض كده ان هو الأسد هيجوع في آخر النهار يعني، مش في 5 أيام. وفتح عليه الـ 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 الخب اللي هو وضعه فيه ده اللي هو زي البير كده، فوجدوا كما هو. وأصبحت هذه معجزة كبيرة، ردت بني إسرائيل إلى ربها وعلموا أن الله سبحانه وتعالى فاتح باب التوبة من الشرك الذي أشركوه والوثنية التي وقعوا فيها. من هذا النبي؟ هذا نبي يحتاج إلى أن نبحث عنه، لأنه له دور كبير في تاريخنا وفي تعاملنا مع الواقع الجديد. هل هو أرمية عليه السلام؟ وهناك سفر أرمية يحكي حكايات في الكتاب المقدس. أو دانيال عليه السلام، النبي دانيال، وموجود حي في اسكندرية باسم النبي دانيال، وفي مسجد مبني على قبر متوجه إلى المشرق على ما كان عليه بنو إسرائيل اسمه النبي دانيال. أو أشعية، وبرضو أشعية له سفر في الكتاب المقدس. فإذن فنحن أمام خيارات ثلاث، أمام خيارات ثلاث. الخيار الأول هو أرمية، والثاني دانيال، والثالث أشعياء. أي هؤلاء الأنبياء حدثت معه هذه المعجزة التي أثرت في بني إسرائيل؟ يلا ابحثوا، فكروا علشان تنالوا الجائزة المرصودة من مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخدمي. أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله.